أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم صدى الأقلام، ونرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في العربي الجديد: ماكرون يتصل بإردوغان ويقول له إننا نولي أهمية لوجود علاقة قوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. في الزمان: ضغوط سياسية للتلاعب بقانون الانتخابات، برهم صالح يطلب دعم الأمم المتحدة لضمان نزاهتها. في المدى: خلافات في صلب التشريع تجبر الحكومة على سحب قانون الموازنة من البرلمان. في العرب الأندنية: تصعيد سعودي مع إيران ودعوة إلى نزع سلاح حزب الله. في القدس العربي: وفاة 200,000 بكورونا في أمريكا، وأقارب المرضى العراقيين ينتقمون من الأطباء. في ألترا عراق: واشنطن تبحث عن إجراءات قضائية ضد مهاجم السفارة الأمريكية في بغداد. وفي الشرق الأوسط: الصحة العالمية تحذر من عواقب اللقاحات المنزلية. في مقاله تمنيات وردية في بيئة أو في بيئة بائسة، كتب كفاح محمود، يقول: الذراع العسكري المتمثل بالميليشيات مع اختلاف تسمياتها وطروحاتها الدينية والمذهبية والعشائرية، والذراع الاقتصادي المتمثل بالممتلكات الاقتصادية للأحزاب والميليشيات والسيطرات التي تفرض الإتاوات والضرائب، والذراع الأمني المتمثل بأجهزتها الاستخبارية ومعتقلاتها وسجونها السرية وعمليات الاختطاف والاغتيال والتعذيب للآلاف من الشباب بتهمة كاذبة. عن هذه كلها كتب: نتابع وإياكم. هناك مثل إنجليزي يقول إن السمكة تتعفى من الرأس إلى الأسفل، ورغم ذلك ذهب الفنان المسرحي الكبير يوسف العاني في إحدى مشاهد تمثيلياته إلى أذين السمكة وهو يشمها، ما أثار استغراب البائع أو السماك قائلا له: إن المشترين يشمونها من الفم ليتأكدوا أنها صالحة. ضحك المشتري بالزراء قائلا: أعرف ذلك جيدا، لكنني أردت التأكد من أن العفونة قد وصلت إلى الذيل. لا شك أن معظم البلدان وبدرجات تكاد تكون متقاربة تعاني من إشكالية معقدة في تطبيق حلول غير واقعية أو زراعة بذور في أرض غير ملائمة لإنباتها ونموها، خاصة ما يتعلق بتداول السلطة والهيئات التشريعية التي تخضع قوانينها لسلطات اجتماعية. لم تنجح كل المحاولات في إزاحتها أمام تقدم فكرة المواطنة، فما تزال كراسي غالبية مجالس النواب محجوزة لأصحاب تلك السلطات الاجتماعية والدينية إلى حد ما، وخاصة سطوة الشد القبلي والمناطقي والاستقطاب المالي وشراء وبيع الأصوات، ناهيك عن ممارسات دكتاتورية بعباءة ديمقراطية تبررها الأعراف والتقاليد والفتاوى الدينية. إن الذين يصرون على عملية التنظيف عليهم البدء بالرأس في أعلى الدرج، فقد أثبتت التجارب وفي كل الأنظمة الإدارية والاجتماعية والسياسية أن الفساد فيروس يصيب الكبار وينتشر في البيئة التي تضعف فيها الدولة ومفاصلها ويتولاها المتسلقين المنفذون. ويضيف الكاتب كفاح محمود: هذه الأذرع الثلاث المرتبطة بها شبكة من مئات الشركات الوهمية والمكاتب بمختلف الاختصاصات العقارية والمصرفية والسفر والسياحة والقنوات الفضائية والمنافذ وتهريب النفط ومشتقاته، ناهيك عن عمليات بيع وشراء وتهريب العملة. ولدى كل هذه المؤسسات ممثلون في معظم الوزارات الحلوب، بل حتى في السفارات والممثليات خارج البلد. إنها شبكة معقدة بدعم إقليمي خطير أكبر من مجرد إصلاحات سطحية
أو جانبية؟ يقول الكاتب كفاح محمود. في مقاله رسالتان مختلفتان من أمريكا إلى العراق وسوريا، كتب روبرت فورد يقول: يبقي الأمريكيون قواعد في العراق لتدريب قوات عراقية وتوفير دعم لوجستي واستخباراتي للعمليات الأمريكية في سوريا. اليوم لم تعد المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا مرتبطة بالفعل بتنظيم داعش، خاصة أن القوات الأمريكية ليست بحاجة لمركبات جديدة مدرعة ولمزيد من الطائرات الدورية المقاتلة لمحاربة داعش، وإنما بدلاً عن ذلك تأمل واشنطن في أن تنجح القوات الجديدة بردع القوات الروسية التي وقفت بمواجهة قوات أمريكية في شمال شرقي سوريا. في غضون أيام ستنجز القوات الأمريكية عملية انسحاب 2200 جندي أمريكي من العراق، حسب ما أعلن قائد قوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ماكنزي في 9 أيلول. ومن شأن ذلك ترك قرابة 3000 جندي أمريكي داخل العراق. وفي ذات الوقت الذي ترحل هذه القوات عن العراق، ترسل واشنطن تعزيزات إلى شمال شرق سوريا. وبدلا من الاهتمام بالقرارات العسكرية التي تتخذها حكومتهم في الشرق، ينصب اهتمام الغالبية العظمى من الأمريكيين على متابعة الحملات الانتخابية فحسب. ومع ذلك يبقى من المستحيل فصل الانتخابات عن السياسة الخارجية التي تنتهجها واشنطن. فقبل 6 أسابيع من يوم الانتخابات لا تبدو نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالرئيس ترامب مبشرة، لذا فإنه من الحيوي له الحفاظ على الدعم القوي من قاعدته السياسية. وترفض هذه القاعدة من جهتها خوض حروب في الشرق الأوسط، ولذلك شدد ترامب على الانسحاب الجديد من العراق، علاوة على تعهد وزير الدفاع مايكل إسبر بسحب نصف القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان بحلول تشرين الثاني. أيضا يخبر الرئيس ترامب الرأي العام الأمريكي أن الأمريكيين من الناحية العملية يعتبرون خارج سوريا فيما عدا قوات لحماية آبار النفط هناك. وأشار إلى أن العملية العسكرية في سوريا لم يكن لها تكاليف في واقع الأمر. ويضيف الكاتب من ناحيتهما: ترفض وزارتا الخارجية والدفاع الانسحاب من شمال شرقي سوريا بسبب الضغوطات الروسية. ترامب نفسه لا يأبه بالبقاء في سوريا طالما أنه لا يسقط قتلى وتظل التكاليف محدودة، ويأمل الفريق المعاون له في ألا يستجيب الروس والإيرانيون بتصعيد من ناحيتهم، ولا تزال المهمة الأمريكية في سوريا تهدف إلى إجبار الأسد على تقديم تنازلات سياسية كبرى في مفاوضات جنيف بجانب إجبار إيران على الانسحاب من سوريا. على وقع الانسحاب الأمريكي، ماذا يريد المستهدفون؟ زياد وليد يكتب مقالا جديدا جاء فيه: هل التأكيد على إخراج القوات العسكرية فحسب مطلب استراتيجي بحد ذاته، أم البحث عن انتصار لا يتحقق إلا بالطريقة السارية، أم الضغط باتجاه ملف العقوبات على إيران، أم إثبات وجود سياسي داخلي؟ يقول ذلك لأن العبوات الناسفة تنفجر والصواريخ تتطاير على مواقع الأمريكيين أثناء حديث واشنطن عن الانسحاب من العراق، وهو ما لم يحدث مع اتفاقية الإطار الموقعة عام 2008. المزيد في هذه المادة. لم يبدأ التصعيد ضد الوجود الأمريكي في العراق مع حادثة المطار إلا أنها كانت نقطة التحول في نوع الصراع مع مفترق اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذي لا زلنا نعيش تداعياته حتى اللحظة. الآن ثمة حراك في البيت الأبيض لسحب المزيد من القوات المتواجدة في العراق، وآخره تصريحات الإدارة الأمريكية حول تقليص القوات إلى 3000 من أصل 5000 ونيف، وهو انسحاب جزئي يبدو حلا وسطا
بين مخاوف ترك المنطقة على وجه السرعة وبين مطلب البرلمان العراقي والأحزاب المقربة لإيران بإخراج الأمريكان ورغبة ترامب. مع التصريحات العراقية الرسمية في بغداد وواشنطن وتصريحات الحكومة الأمريكية، أبت الفصائل المسلحة أن توقف عمليات استهداف المعسكرات وسفارة الولايات المتحدة ومطار بغداد العسكري، بل واستهداف معدات التحالف الدولي بجنسياته المختلفة وأرتال الدعم اللوجستي التي عادة ما يقودها عراقيون مدنيون أو عسكريون. وفي ظل هذه العمليات العسكرية تبرز تصريحات سياسية داعمة موازية للصواريخ حول كذب الأمريكيين وعدم رغبتهم بالانسحاب، وكأنها تبرر استمرار الاستهداف كنوع من الضغط الخشن ربما لإجبار القوات الأجنبية على الانسحاب الحقيقي. كما يبدو للوهلة الأولى، تعتبر القوى المناهضة للوجود الأمريكي تصريحات ترامب مجرد دعاية انتخابية وتشكك في رغبة الانسحاب العسكري من العراق. ويضيف الكاتب: ربما كل الخيارات المطروحة مجتمعة وهناك أدلة تدعم بعض هذه الخيارات. نرى في عملية النجف رسالة للنجف وهي مرتبطة بإثبات الوجود الداخلي، وهناك فرضية أخرى لمواصلة الاستهداف تتعلق بهدف التواجد الأمريكي في العراق المتمثل بمراقبة إيران كما أعلنه ترامب جهارا خلال زيارته قاعدة عين الأسد، وقال حينها: كل ما أريده هو القدرة على المراقبة. أطلق هذا التصريح في نهاية عام 2018 مع تأكيد بلاده بعدم وجود خطة لسحب القوات الأمريكية. وربما أن إعلانه الانسحاب لاحقا أسقط جزءا من التصريح القديم وترك شطرا تهديديا آخر عند الطرف الثاني. فلسطين والصهيونية ومستقبل العرب، مقال منشور في صحيفة القدس العربي للكاتب شفيق ناظم الغبرة، يقول فيه: ما يجب التنبه إليه أن التمدد الإيراني في المنطقة أضر بالكثير من العرب وخاصة والأهم الثورة السورية، لكن ذلك التمدد ارتبط بنفس الوقت بصراع إيران لفك الحصار المطبق عليها. فلسطين هي قلب المقاومة وهي المكان الذي يكشف لنا طبيعة الصهيونية الاستيطانية الاستعمارية بصفتها قاعدة هدفها الأساسي التصادم الوجودي مع أمان الإقليم العربي والإسلامي في الحريات والحقوق والديمقراطيات والتحرر من الهيمنة الصهيونية الصاعدة والمدعومة أمريكيا وعلى الأخص في ظل إدارة ترامب. نقل الكيان الصهيوني تجربته في استيطان فلسطين وتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني لبقية المنطقة العربية. تعلمت الصهيونية مبكرا أنها تستطيع فعل الكثير عبر الاعتماد على دولة كبرى وعبر تفتيت المنطقة المحيطة بها واستنزافها. من هنا سعى الكيان الصهيوني منذ الخمسينيات لفتح الملفات حول تجنيد من يساعدها لإنشاء دولة مسيحية في لبنان وشن حرب كبرى على مصر مع فرنسا وبريطانيا في عام 1956 لمجرد أن الرئيس عبد الناصر قام بتاميم قناة السويس. كان عبد الناصر قد أرعب بن غوريون في إمكانية أن يقود وحدة للعرب. إن التفتيت عقيدة أساسية للصهيونية، ذلك بالتحديد دفع العالم العربي منذ عام 1948 للعسكرة في كل من مصر وسوريا والعراق. الحركة الصهيونية تعتبر أن تناقضها مع المحيط العربي والإسلامي أساسي ولا يمكن حله بلا تثبيت ميزان يقوم أساسا على غالب ومغلوب وقوي وضعيف. إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مجندة لمنع العرب والمحيط الإسلامي من بناء قوة ذاتية حقيقية. إنما يريد أن يفهم لماذا حلت الولايات المتحدة الجيش العراقي عام 2003، عليه ألا ينظر فقط للسياسة الأمريكية بل أن يتمعن بمتطلبات الصهيونية التي لعبت دورها في تدمير العراق. فقد تواجد في العام 2003
عند احتلال العراق خبراء يحملون الجنسية المزدوجة الأمريكية والإسرائيلية، ولم ينصر العالم سوريا بسبب الصهيونية. الكاتب شفيق ناظم الغبرة أضاف قائلاً إن الشعب الفلسطيني في مقدمة الصراع، لكن العالم العربي مهدد مما يجعله في بهب العاصفة. العالم العربي بكل شعوبه والعالم الإسلامي امتداد عضوي وطبيعي للمحنة الفلسطينية والصراع مع الصهيونية. لم ينتهي التاريخ، ففصوله لا تزال في طور التشكل. الوقت لا يسمح بألعاب إيرانية في لبنان، هذا عنوان مقال للكاتب خير الله منشور في صحيفة العرب، وجاء في مطلعه: سيتبين عاجلا أم آجلا بعدما استطاع سعد الحريري رمي الكرة إلى ملعب الثنائي الشيعي، هل هناك استعداد إيراني للأخذ والرد مع فرنسا، أم أن الرهان الإيراني لا يزال قائما على فكرة واحدة؟ تقوم هذه الفكرة على أن لبنان مجرد ورقة إيرانية ولا شيء آخر. لبنان في نظر إيران هكذا، وليس سوى ورقة بغض النظر عما يحل باللبنانيين، وببلد سقطت كل مقومات وجوده. لبنان بلد من دون كهرباء، لبنان بلد انهار فيه النظام المصرفي، لبنان بلد انهار فيه كذلك قطاع الخدمات. المزيد في هذه المادة. بات واضحا أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري والقاضية بالقبول أن يكون وزير المالية في حكومة مصطفى أديب شيعيا كانت بناء على طلب فرنسي. يؤكد ذلك مسارعة وزارة الخارجية الفرنسية إلى وصف مبادرة الحريري بالشجاعة. لا شك أن الرئيس إيمانويل ماكرون وضع ثقله خلف خطوة سعد الحريري، نظرا إلى أن تشكيل حكومة وفق مواصفات معينة يشكل الحجر الأساس في مبادرته اللبنانية. أكثر من ذلك أن نجاح هذه المبادرة صار مرتبطا بشخص الرئيس الفرنسي. يتبين أقله إلى الآن أن ثمة رغبة لدى الثنائي الشيعي في تفادي الدخول في مواجهة مباشرة مع فرنسا، التي ترفض إلى إشعار آخر إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب، على الرغم من كل الضغوط الأمريكية وعلى الرغم من أن ألمانيا فعلت ذلك. يسعى الثنائي الشيعي الذي يتحكم به حزب الله إلى حد كبير إلى تكريس أن يكون أي وزير للمال في الحكومة اللبنانية من الآن فصاعدا شيعيا. يريد الثنائي فرض أمر واقع وتحويله إلى قاعدة وإلى جزء لا يتجزأ من تشكيل الحكومة اللبنانية، بدل أن يتخلص لبنان شيئا فشيئا من المحاصصة القائمة على الطائفية والمذهبية. يسعى الثنائي الشيعي إلى تكريس المحاصصة وتكريس الطائفية والمذهبية، وليس حزب الله في نهاية المطاف سوى أداة إيرانية لا أكثر. فهل من مصلحة إيران مراعاة ماكرون؟ ويضيف الكاتب إن ميناء بيروت صار مدمرا ومعه جزء من المدينة، هذا غيض من فيض ما حل بلبنان، حيث النظام التعليمي صار جزءا من الماضي. كان لبنان مستشفى وجامعة وفندقا ومصرفا، لم يبقى شيء من لبنان، لم يبقى ما يكفي من الوقت لممارسة ألاعيب إيرانية وغير إيرانية ستقضي على كل الطوائف اللبنانية بما في ذلك الشيعة والسنة والمسيحيون والدروز ومختلف المكونات الأخرى. إلى مقال منشور في إندبندنت عربية وجاء بعنوان التردد الإيراني بين ترامب وبايدن، كتب حسن فحص يقول: لا تخفى على الأوساط السياسية التأثير من عودة الديمقراطيين إلى أو لا يخفى هذا التأثير من عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض في الوضع السياسي الداخلي الإيراني. وتحدث كذلك عن وجود مخاوف وقلق لدى أوساط في السلطة أن تكون مجبرة على تخفيف قبضتها الممسكة بمفاصل الحكم وفتح المجال أمام مشاركة سياسية للأطراف المختلفة معها.
وأن تجد هذه التغييرات مدخلا لها في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 من شهر يونيو حزيران 2021. المزيد في هذه المادة. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تزداد حالة الترقب الإيرانية من النتائج التي ستسفر عنها، وتكاد الأوساط السياسية الإيرانية تنقسم بين متوقع بعودة الرئيس الحالي دونالد ترامب وآخر يرغب ويميل إلى عودة الديمقراطيين وجو بايدن، وهي حالة لا تقتصر على المعسكرين الإصلاحي والمحافظ، بل تتوزع على جميع أطياف هذين المعسكرين. وتتعدد قراءات كل طيف لانعكاسات هذه النتائج والشخصية التي ستتولى مقاليد إدارة البيت الأبيض ومدى انعكاس السياسات التي سيعتمدها على الوضع الإيراني الداخلي والإقليمي. وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني قد دعا المسؤولين خصوصا السلطة التنفيذية برئاسة حسن روحاني قبل حوالي شهرين لعدم ربط العمل الداخلي ومواجهة الأزمات التي يعاني منها المجتمع الإيراني الاقتصادية والمعيشية في الانتخابات الأمريكية، إلا أن أصوات داخلية من جهات مختلفة يغلب عليها الطابع الإصلاحي من دون استثناء. بعض أطياف التيار المحافظ تعمل وتعتقد أن العلاقة بين الوضع الداخلي الإيراني والانتخابات الأمريكية باتت علاقة عضوية، وتتأثر بشكل واضح بالشخصية التي تتولى إدارة البيت الأبيض. ولعل المأزق الذي قد يواجهه النظام الإيراني في إعادة انتخاب ترامب للرئاسة سيكون أكثر تعقيدا وإرباكا للقيادة الإيرانية منه إذا ما انتخب بايدن الديمقراطية. ويضيف الكاتب: بحيث تهدد المساعي التي يبذلها النظام لاستعادة موقع رئاسة السلطة التنفيذية على طريق توحيد الرئاسات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في قبضته وتحت سيطرته، ويسمح له ذلك في تقرير اتجاه السياسات والمواقف الإيرانية سواء في الداخل أو في الخارج. فهل سيبادر الرئيس الإيراني إلى توجيه رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي في حال فوز بايدن بالرئاسة ويفتح الطريق أمام عملية إحياء ملف الاتفاق النووي؟ اضطرت محطة الفضاء الدولية إلى أن تتحرك من موقعها الثلاثاء لتفادي الاصطدام بقطعة من حطام مركبة فضائية يابانية قديمة، وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها مثل هذا الأمر خلال السنة الجارية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي طالبت بتوفير المزيد من الإمكانات لمراقبة العدد المتزايد من البقايا المتناثرة في مدار الأرض. وأوضحت ناسا أن قطعة الحطام كانت ستمر على بعد 1.390 مترا من المحطة الفضائية، ولكن تقرر رفع مدار المحطة تحوطا، وتولت كبسولة البضائع الروسية بروغرس الملتحمة بالمحطة تولت دفعها نحو الأعلى من خلال تشغيل دفاعاتها أو دافعاتها لمدى دقيقتين ونصف دقيقة، فيما كانت غرفة التحكم الروسية والأمريكية تشرفان على العملية. وشرح عالم الفضاء جوناثان ماكدويل أن مصدر قطعة الحطام هو إحدى طبقات صاروخ فضائي ياباني أطلق عام 2018 وخلف تحطمه في فبراير شباط 2019 بقايا بلغ عددها 77 قطعة. واضطر أعضاء طاقم المحطة وهم روسيان وأمريكي واحد إلى الانتقال مؤقتا إلى القسم الروسي منها لكي يتسنى لهما إخلاؤها بسرعة بواسطة الكبسولة سويوز في حال وجود خطر، وهذا ما لم يكن ضروريا في نهاية المطاف. وأشار الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية إلى أن المحطة كانت على علو 421 كيلومترا فوق المحيطات قبل العملية، وارتفعت إلى 435 كيلومترا بعدها، وهي تسير بسرعة 27500 كيلومتر في الساعة، وهذه السرعة تجعل أي شيء يرتطم بالمركبة ولو كان صغير الحجم
سبباً لأضرار كبيرة، وقد يؤدي مثلاً إلى تحطيم لوح شمسي أو أي عنصر آخر. نتابع الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. دمتم وإلى اللقاء.